بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في دورة الحلول العملية لمشكلة الإملاء الإنجليزية. لمشاهدة كافة حلقات هذه الدورة، زوروا مدونتي على en-blog.com/wp، وللتواصل معي على 0509306240، وعلى الإيميل katekis@yahoo.com. معكم من وراء الميكروفون الأستاذ خالد الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على المعلم الأول سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تأتي هذه الدورة استكمالا لدورات قدمناها سابقا ونشرت على اليوتيوب حول الأزمنة وأساسيات اللغة الإنجليزية ودورة المواضيع المنتقاة، بالإضافة إلى الإجابة على مئات الأسئلة المتنوعة في اللغة الإنجليزية. ولشعوري بهذه المشكلة، مشكلة الإملاء لدى الكثير من متعلمي اللغة الإنجليزية، أحببت أن أقدم بعض الحلول التي اكتسبتها من خلال خبرتي الطويلة في هذا المجال. ولا أدعي أن ما أقدمه هو كل شيء، فأنا فقط أفتح الباب لكل من أراد أن يستفيد ويفيد ويزيد ويفيض. وليس لنا طمع إلا في دعائكم بظهر الغيب، والدعاء لوالدينا ولجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، والله نسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعله من مثقلات موازيننا يوم نلقاه. بسم الله، نبتدأ بالحلقة الأولى من هذه الدورة. موضوعات الدورة: أين المشكلة؟ في اللغة الإنجليزية ذاتها أم في اللغة العربية؟ وإذا كان هناك مشكلة، فأين الحلول أو ما هي الحلول؟ هذه عناوين بعض الحلول: الكلمات الثلاثية، الكلمات الرباعية، الكلمات الشائعة، على الأصل دور، الحروف الساكنة، احفظ واشتق، تعرف على النهاية، كلمة داخل كلمة، قواعد إملائية، وأخيرا نصائح إملائية. أهداف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى التعرف على أسباب مشكلة الإملاء في اللغة الإنجليزية ووضع بعض الحلول العملية لهذه المشكلة. أقول عملية لأنني أتوقع تفاعل المشاركين في هذه الدورة وممارسة الحلول بأنفسهم. فوائد الدورة: المشاركون في هذه الدورة سيقطفون ثمارا يانعة بإذن الله، تتمثل في التعرف على أصول مشكلة الإملاء وممارسة بعض الحلول عمليا من خلال التمارين، التعرف على النطق الصحيح لكثير من الكلمات الشائعة، التعرف على معاني مفردات جديدة، الاستفادة من أفكار جديدة ومفردات وقواعد إملائية جديدة سيطرحها المشاركون، فوائد أخرى قد تخفى علينا ونعرفها من خلال الدورة. السؤال الذي نطرحه ويطرح نفسه هو: أين المشكلة؟ قبل أن نطرح الحلول، لابد أن نتعرف على المشكلة. أين تكمن مشكلة الإملاء في اللغة الإنجليزية؟ أو على الأقل، أين تكمن مشكلة لنا نحن كمتعلمين عرب لهذه المشكلة؟ الجواب: جانب من مشكلة الإملاء يكمن في اللغة الإنجليزية نفسها، يعني اللغة الإنجليزية نفسها فيها نظام الكتابة في مشكلة. كيف؟ يعني في اللغة العربية عندنا مثلا زي ما بتكتب زي ما بتلفظ تكتب، يعني في تطابق بين اللفظ والكتابة. في اللغة الإنجليزية في كثير من الكلمات يوجد عدم تطابق بين ما نلفظ وبين ما نكتب في غالب مفردات اللغة الإنجليزية، وذلك لعدة أسباب. مثلا في عنا الحروف الساكنة، يعني في اللغة الإنجليزية بدك تكتب نو لازم أول شيء تبدأ بحرف ساكن وهو الكي، يعني كأنك بتكتب كنو. نفس الشيء بالنسبة لنايت، في حرفين لازم تنتبه لهم ساكنات وفي الكتابة لازم تكتبهم، يعني نايت في الحقيقة أنت لازم تكتبها نجهات.
وكوم مشط يعني لازم تكتب كومب مع أنه اللفظ كوم. إذا وجود الحروف الساكنة هاي إحدى المشاكل. مشكلة أخرى في اللغة الإنجليزية، الصوت الواحد يكتب بأكثر من شكل. زي ما تعرفين مثلا عندنا في اللغة العربية في عندنا يعني صوت الش، في عندنا حرف مثله اللي هو حرف الشين، لكن في اللغة الإنجليزية لاحظ بدي أكتب شيب بكتب اس اتش، لو بدي أكتب شوغر ما بكتب اس اتش بكتب اس يو شوغر، لو عندي بريفنشن بكتب بريفنت الفعل طبعا لازم أضيف اي او ان، إذا الاي او ان هون لفظتها ش بريفنشن. سيشن دبل اس اي او ان، لاحظتوا انه صوت الاش يعني كتبناه احيانا بس اتش احيانا اس يو احيانا تي اي او ان احيانا دبل اس اي او ان، يعني هذا بمثل للمتعلم اللغة الانجليزية مشكلة، يعني ما عندهم حرف واحد مقابل صوت الاش، عندهم حروف كثيرة. خلينا ناخذ ايضا مثال اخر، خذ مثلا الصوت اي مثلا برجر، في ناس طبعا بيقول لك برجر هذا خطأ، برجر برجر اي، وعندنا شيرت عندنا ايرث وعندنا بيرسون اي. لاحظ الاي مثلناها في الكلمة الاولى بيو ار، يعني برجر يو ار، شيرت شيرت اي ار، ايرث اي اي ار اي، بيرسون اي ار. اذا الصوت اللي هو اي احيانا يكتبوا يو ار احيانا يكتبوا اي ار احيانا يكتبوا اي اي ار احيانا يكتبوا اي ار، يعني هاي مشكلة في اللغة الانجليزية. اعطيكم مثال اخر الان، او اللي هو صوت او، طبعا المفروض احنا بنشوف دبل او بنلفظ احنا كعرب على طول بنقول او، لكن وجدنا انه الاو هاي احيانا الصوت هذا او صح نكتبه دبل او لا مثل بوت، لكن ايضا احيانا نكتبه او يو زي سوب، يعني سوب ما كتبناها او او كتبناها او يو، فروت او لاحظ ما كتبتها ايضا دبل او كتبتها يو اي، رولر ايضا اليو ما كتبتها او او، بلو يو اي، سكرو اي دبليو. اذا الصوت هذا او او لاحظنا انه احيانا نكتبه دبل او احيانا نكتبه او يو احيانا نكتبه يو اي احيانا نكتبه يو احيانا نكتبه يو اي احيانا نكتبه اي يو عفوا اي دبليو. اذا في عندنا مشكلة حقيقية في نظام الكتابة الانجليزية وعدم التطابق بين ما نلفظ وبين ما نكتب، يعني انا بعطيكم الامثلة هاي على اساس تعرفوا يعني وين المشكلة. نأخذ مثال آخر، هناك بعض الكلمات لفظها واحد لكن إملاؤها مختلف، كيف؟ يعني خذ ويت وزن، ويت ينتظر، بيس قطعة، بيس سلام، بلو نفخة الماضي من بلو، بلو أزرق، تو اثنين، تو أيضا، رايت يكتب، رايت يمين أو حق. فعندك الكلمات نفس اللفظ لكن إملاءها مختلف، هاي أيضا مشكلة. لاحظت ويت ويت، بيس بيس، بلو بلو، تو تو، رايت رايت، نفس اللفظ، هاي أيضا يعني بشكل إنه مشكلة. نأخذ مثلا صوت مثل إف، طبعا احنا باللغة العربية عندنا الفاء بنكتب فاء خلاص هو حرف الفاء بمثل الصوت اللي هو اف، لكن باللغة الانجليزية تلاحظ انه الصوت اللي هو الاف احيانا نكتبه اف بالشكل هذا كما في فوت، احيانا نكتبه بي اتش مثل فوتو، احيانا نكتبه جي اتش مثل لاف. اذا نفس الصوت له يعني حروف متنوعة في كتابته على عكس اللغة العربية، هذا طبعا من الصعوبات اللي
يعني اللي بيواجهها متعلم اللغة الإنجليزية في الكتابة أو في الإملاء. أيضا في أن بعض حروف العلة في اللغة الإنجليزية تلفظ بطرق مختلفة مع أنه كتابتها متماثلة. خذ دبل أو، يعني إحنا قبل شوي قلنا أنه دبل أو بنلفظها أو مثل بوت، لكن لاحظنا أنه في بوك نلفظها أو، يعني زي الضمة بالعربي، ما نقول بوك، غلط بوك بالصحيح بوك، وما نقول فوت بالصحيح فوت. إذا في عندنا مشكلة أنه دبل أو مش دائما نلفظها يعني أو، أحيانا بنلفظها أو يعني زي الضمة بوك فوت، وأحيانا بنلفظها أو مثل بوتس مثل فود. فهي أيضا يعني أنا بحاول أجيب لكم أمثلة من اللغة الإنجليزية، بثبت لكم من خلالها أنه المشكلة في نظام اللغة الإنجليزية. وإحنا كيف بدنا نحاول أنه نتخلص من هاي المشكلة؟ طبعا هذا هو يعني أحد أهداف هذه الدورة.